ازيكم يا جماعه؟ من كام يوم كده كنت راجع متاخر بالمترو، ومفروض ان انا بنزل من المترو بركب العربيه السوزوكي السبع راكب التنايه علشان توصلني لحد البيت. فلما خرجت من محطه المترو لقيت مفيش عربيات خالص، ولقيت ناس كتير واقفه، وفجاه جت عربيه واحده بس، جت عربيه كده عدت من قدامنا ومن بره الرصيف، فلمحتها انا وناس قليلين جدا، وفجاه الناس كلها بدات تجري بقى على العربيه دي عشان يلحقوا، هي كلها سبع راكب، فاحنا كان مثلا 20 30 واحد واقفين، فاللي يلحق بقى يجري، وانا جريت معاهم بصراحه في الاول، وكان عندي فرصه كبيره ان انا الحق مكان واركب العربيه على الرغم ان انا لسه جاي. بس وقفتني حاجه هي ممكن تكون مش مقنعه لناس كتير منكم، بس على الاقل هي كانت مقنعه بالنسبه لي انا. في الكام ثانيه اللي وقفتهم قبل التنايه دي ما تيجي، لمحت ناس واقفه بقى لها كتير، ومنهم ام وعيالها، ومنهم راجل عجوز. لقيت نفسي فجاه كده بدون مبررات وبتلقائيه خالص بتراجع علشان اوسع لهم سكه يلحقوا العربيه. انا لسه جاي وممكن اقف، ولسه بصحتي ولسه شاب وممكن اقف واستحمل ان انا اقف وسط العربيه، بس يا ترى بقى هم هيقدروا يقفوا زيي ولا مش هيقدروا؟ كل واحد فينا ربنا اداله مميزات وميزه بيها عن غيره، زي الذكاء، القوه، النصاحه، الفهلوه، لكن على الرغم من الاختلاف في المميزات اللي بيننا ده، الا ان احنا بنتقابل في دوامه الحياه بشكل يومي، وبتجمعنا مع الناس اللي مميزين زينا واللي اقل مننا في المميزات في الحياه اليوميه. ولما تجمعنا المواقف دي في حاجه مهمه جدا لازم نفكر فيها كويس، هي المميزات دي شطاره مننا ولا ربنا هو اللي مديها لنا؟ صحيح، نسيت اقول لكم، بعد العربيه دي ما مشيت انا فضلت واقف مستني ساعه لحد ما جت عربيه غيرها. ما هو اصل في حاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، الخير اللي بتعمله مهما كان صغير فهو ليه ثمن، ومع استعدادك للعطاء لازم يكون عندك استعداد انك تدفع الثمن. ولازم تفهم ان مميزاتك دي مهما كانت كتير ومهما كانت قوتك ونصحتك وفهلوتك، فدي مش شطاره منك، دي مميزات ربنا اداها لك، وعلشان ربنا يديمها عليك اوعى في يوم تستخدمها على الناس، ولكن دايما استخدمها لنفسك وللناس.